مع بيدرو المدير الفني الجديد البرتغالي، ضربة جزاء ضائعة غيرت مجرى المباراة تماما، ونادي امبي استطاع ان هو يحصد هدفين. بص محمد، زي ما انت قلت فعلا، يعني يمكن نادي الاسماعيلي بقى له كام ماتش برضه مش في حالته، مش في حالة الاسماعيلي، يعني مش هو ده النادي الاسماعيلي اللي كان بينافس، بيحفز النادي الاهلي حتى بيخليه مستواه يعلى. النادي الاسماعيلي الماتش اللي فات يمكن ضربة الجزاء لما راحت واحنا كنا بنتكلم بنقول مين اللي هيشوط، كانوا بيتخانقوا وحاجه زي كده، اللعيبه بتاعت الاسماعيلي ما ينفعش طبعا، هو بيبقى المدرب محدد مين اللي هيشوط ضربه الجزاء، نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه، على طول في اي فريق بيبقى كده. فهو الماتش ده لو كان ضربه جزاء بتأثر يا كابتن، يعني في يعني عمر الوحشي خدها وبتأثر، لان في الاخر اللي حتى لو مش هو اللي شاطها اللعيب التاني بيبقى فيه حاله توتر، التوتر دوت حتى في ماتش الاهلي كان احمد حمودي هو لما جاب ضربه جزاء رفع ايده، ده حقيقي احسن، لا على طول هو هتلاقي المدرب قايل فلان وليد ازارو انت هتشوط نمره واحد، عبد الله السعيد لو موجود عمرو في الملعب هيشوط، عمرو موجود في الملعب هيقول لك عمرو هو اللي يشوط نمره واحد، في نمره واحد خلاص، يعني المدرب بيقول في كذا، مفيش اخد الكره بقى واروح انا بقى. فساعات في مدربين يقول لك ايه خلاص سيبه، يعني ايه خليه بس تدخل اول نشوف لما تدخل. لكن ضربه الجزاء بتاع الاسماعيلي فعلا، عارف يا محمد والله فعلا الماتش ده يعني ماتش غريب، بس انا اول يعني يحسب برضو للمدير الفني لنادي انبي ان الماتش ده نادي انبي خالد متولي ده هو مش غريب عنهم على فكره، ان هو على طول لما بيحتاجوه بيلاقوه موجود معاهم على طول في قطاع الناشئين حتى يعني. وخالد من المدربين الكويسين فعلا، الشباب الصغيره مش صغير طبعا هو كبر خلاص، لكن فعلا يعني مسك قبل كده وكان بيكسب برضه، كان بيحصل لهم ازمات نادي انبي وبيكسب. انا شفت تحركات نادي انبي عجبني قوي، اتفرجت على الماتش، الماتش كان سريع. الاسماعيلي مش واقف على رجليه، نادي الانبي لو عرف السيد جات له فرص، بص هجمات دي هجمات مرتده، دي هجمات مرتده، وبعدين بص الضغط بتاع لعيبه الانبي، بص ضاغطين على لعيبه اللي ما بيدولوش فرصه. عكس بقى لما تتفرج بقى على بتوع انبي وهم رايحين ناحيه الجون بتاع الاسماعيلي، الشوط الثاني اتقلب، بقت عرف السيد بقى يروح اي كوره اي هجمه عمرو خطر جدا. فالمفروض انت كنادي الاسماعيلي انت عندك خط دفاع يبقى قوي جدا بيقفل كويس جدا، في نفس الوقت عنده خط وسط وهجوم بيهاجم الفرقه اللي قصاده. لكن انا لما اتفرجت على الاسماعيلي ما حسيتش ان الاسماعيلي ده، ان ده الاسماعيلي اللي بينافس على انه كان عايز ياخد الدوري، هو دلوقتي محتل المركز الثاني، ده كده قربوا منه خلاص. صراحه غياب كالدرون بيأثر جدا، كالدرون وايضا كان في حسني عبد ربه غايب يعني عن هذا اللقاء. حسني خبره جميله جدا فعلا، واستعان بيه على فكره لما بينزله برده حسني، بيبقى ما ينفعش حسني يقعد بره على فكره، حسني يبدا وبعدين لو انت حسيت انه تعب يغير. كالدرون بيفرق جامد جدا، لان هو الهداف بتاع الفرقه بتاعت الاسماعيلي، وهو القوه الجسمانيه والسرعه، ضربه الجزاء اللي حصل عليها ضربه الجزاء يعني اول، وهيحصل بعد كده الخناقه بعد كده اللي كابتن عمر اكيد طبعا، يعني اكيد طبعا اهو خدوا الكوره يعني خلي بالك، ما هي الفكره النقطه اللي اتكلم فيها كابتن فوزي، ايه اهميتها؟ ما فيش لعيب ما راحش ياخد الكوره. ما انا بقول لك ايه اهميه النقطه اللي اتكلم فيها كابتن فوزي، التهيئه النفسيه للي هيشوط ضربه الجزاء. النهارده احنا لما بنبقى نازلين الملعب عارفين مين نمره واحد، مين نمره اثنين، مين نمره ثلاثه. النهارده انت لما تاخد الكوره وانت مش مهيئ نفسيا، وانت مش موجود حتى في القايمه بتاعه التسجيل بتاع ضربات الجزاء، ونفرض النهارده ان اللي هو اللاعب اللي المفروض يشوط ضربه الجزاء ما رضيش يسيب لك الكوره، اذا انت وترت نفسك، وترت اللعيب اللي المفروض يشوط في حاجه مش المفروض انها تحصل اساسا. يعني المفروض ان الطبيعي ان كل واحد ليه دور في الملعب. هو هنا برضو يعني في لقطه، انا يعني هو حارس المرمى صدها بشكل مميز للغايه، وبعدين سجد قبل ما الكوره، قبل ما الكوره تطلع بره، يعني سجد قبل ما الكوره، هو شاف ان الكوره بعدت خلاص عن الجون، يعني شاف ان كانها طالعه كورنر يعني لا هي نقطه. انا بقى عندي نقطه، عندي يعني عندي حاجه في الموضوع بتاع نادي الاسماعيلي. انا شايف الفرق ما بين كان الاسماعيلي وانبي في المباراه دي، ان في فريق منظم بيلعب فريق مش منظم. الامبي كان اكثر تنظيم طبعا. طبعا نادي الاسماعيلي كان يعني كان مش عايز اقول بيهاجم بعشوائيه، ولكن كان بيهاجم من غير اي حرص دفاعي. لكن ضربه الجزاء من حكم محمد عادل، ضربه جزاء ما فيهاش اي مشكله. انا يمكن عندي تحفظ على ضربه الجزاء بتاعت انبي، انما مش بتاعت طبعا. انما انت النهارده لما تيجي تقيم اداء الفرقتين، لا في فريق منظم، انبي خارج من سلسله نتائج سلبيه كبيره جدا، تغيير مدرب. انا وجهه نظري نادي انبي في المباراه دي
كان كل همه او كل شغله الشغل انه ما يخسرش. نعم. ان انت خارج من خساره كبيره جدا من فريق متزايل الدوري مع جهاز فني جديد مع مدرب جديد بتلاعب تاني الدوري، الطبيعي ان انت تبقى رايح. لا الهدف الاول عرفه الصراحه عرفه برضه اللي هو مضيع الكره اللي طلعت كورنر هو انفراد يعني اسهل من الجون ده بكتير. نعم. تمام. فهي الحته اللي احنا بنتكلم فيها التنظيم اللي كان موجود عليه نادي انبي كان موجود بسبب ان انت مش عايز تخسر، نمره واحد ان انت مش عايز تخسر. كون ان انت بقى تتفاجئ بالحاله بتاعت الاسماعيلي اللي كان عليها في الشوط الثاني وتقدر ان انت توصل بسهوله لمرمى الاسماعيلي مع عدم وجود الصراحه برضه يا كابتن عمرو النادي انبي محير. يعني انا عندي عرفه وعندي دياره وبسيوني وعندي قعود، عندي لعيبه، عندي الحلواني وعندي حمدي فتحي من احسن اللعيبه الارتكاز في الدوري وعندي توبه. يعني نادي انبي عنده قوام، عنده محمد مجدي قفشه من افضل صناع اللعب في الدوري. نادي انبي السنه دي مسكه كام مدرب؟ حضرتك شايف ان لسه طبعا طبعا زي ما انت النهارده بتتكلم بتقول غياب كالديرون، لا انا بقول ان رحيل اهو دي بقى التاني. دي انا وجهه نظري في دي مش ضربه جزاء خالص. في الحكم برضه اللي واقف ورا الجون يعني قطعا هو قريب قوي اكتر. لا يا كابتن شوفها في ده هو عرفه لما الكره طولت منه وقع. هو بس تعرف ليه امر؟ بص ما تلاقيش لعيبه اسماعيليه حد احتج. ما انا ما انا لا شايفها لا مش ضربه جزاء. ممكن يبقى فيها شك. ممكن يبقى فيها شك. لا وقطعا علق رجله يعني برضو الحكم محمد. لا بص يا كابتن شوفها يمكن الكاميرا ما تعرفش. ممكن نشوفها من هنا هي فيها ولا ما فيهاش. هو برضو هو هيرقصه هنا وبعدين الحته اللي هي بقى الاخيره دي مش باينه قوي من هنا في الكاميرا ساعات الكاميرا. بس يا كابتن ما دام حصل يعني جدال يبقى الحكم صح. لا 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 بص لعيبه الاسماعيلي ما فيش واحد احتج. وهنا برضه العكس اللي حصل مع الاسماعيلي. لا واحد خد الكوره. ما هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم. ما هو ده جزء من التنظيم اللي احنا بنتكلم فيه. فانا النهارده انت بتتكلم بتقول كالديرون غياب كالديرون اصلا. لا انا وجهه نظري ان السبب اللي حصل للاسماعيلي ده رحيل دي ساب طبعا. دي ما فيهاش نقاش. هي نفس اللعيبه، نفس طريقه اللعب، نفس الوجوه اللي موجوده حتى بنفس التغييرات بكل حاجه. بس انت النهارده بتتكلم في اربع مدربين مسكوا الفرقه في موسم واحد. نعم. فانت النهارده لما يجي مدرب كل مدرب عايز يحط الفكر بتاعه، كل مدرب عايز يشتغل بطريقته، كل مدرب عايز يلعب لعيبه، كل مدرب عايز يحط فين الوقت اللي يسعفك وانت بتلعب كل ثلاث ايام واربع ايام مباراه. اللي فيه الاسماعيلي ده انا يعني انا واحد من الناس كنت متوقعه من ساعه ما دي صبر مشي. انا متوقع ان الاسماعيلي مش هيكمل. دي من الحاجات اللي فعلا بس لازم كابتن عمرو لازم اللعيبه عندهم حافز من جواهم. يعني بص يا كابتن هما يعني مش عارف اقول كالديرون ده كالديرون بس يعني من ضمن العناصر الاساسيه اللي موجوده في الفرقه. بص يا كابتن مش هو اللي بقى السبب يعني في الهزيمه او لا لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه. لكن هو من العناصر زي من العناصر اللي احنا بنقول عليها بتكسب الفرقه بتاعته. تمام. بس النهارده انت كتيم احنا النهارده انت بتتكلم النادي الاهلي كام لعيب جايب اجوان؟ 16 لعيب. النادي الاسماعيلي كام لعيب جايب اجوان؟ هتلاقيه بخمسه. انت معتمد على لعيب واحد ومنهم كالديرون هو اللي يعني هو جديد. بص انت عارف يا عمرو الفتره الصيفيه الشتويه اللي هو فيها النادي الاسماعيلي جاب مين؟ ما جابش حد. ماشي. النادي الوحيد الاسماعيلي في الفتره دي. انا عشان كده بقول لحضرتك غير المدرب وجبنا مدرب تاني والفتره دي. طب انا النادي الاسماعيلي ما استعانش بحد. اطلع فاصل عشان ضيق الوقت لسه عندنا ماتشات. لا 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 اتفضل. فهنطلع فاصل قصير ونرجع ونكمل كلامنا ونشوف ما حدث امام الزمالك وبتروجيت في اللقاء اللي كسبه نادي الزمالك. ولكن خلينا برضه اقول لحضراتكم قبل ما اطلع فاصل النادي ام بي الان اصبح في المركز الثامن برصيد 35 نقطه وعنده مباراه مؤجلة. النادي الإسماعيلي 46 نقطة ومركزه الثاني مهدد للغاية. نطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا.